السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم أحمد صالح، وفي لقاء جديد كالمعتاد ومثل ما تعلمنا دائما في عنا خدمة إضافية مع برنامج باوربوينت الذي نعتبره بصراحة هو بوابة الإبداع وانطلاقة للعديد من ميادين الأعمال. اليوم رح نقدم أحدى استخدامات شاشة الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر في العروض التقديمية لعرض أفكارنا من خلاله. طبعا أنا محضر لكم أكثر من خدمة وأكثر من طريقة لاستخدام صورة جهاز الكمبيوتر في عروض التقديمية اللي بسطته بقدم أفكاري بطريقة حقا احترافية. أصدقائي تكرما قبل ما نبدأ بهذا اللقاء ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو لتسهل معي بإيصال هذه المعلومات إلى أكبر قدر ممكن من المهتمين والمستفادين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. وتكرما لا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف، أكون جدا سعيد وممتن لدعمكم لأحمد صالح على حكاية شغف. ويلا مع بعض لحتى نبدأ بلقاء متميز وخدمة إضافية لبرنامجنا الرائع برنامج باوربوينت. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مرة ثانية. اليوم مثل ما حكيت أو مثل ما تكلمت في بداية هذا اللقاء رح نقدم أكثر من فكرة عن استخدام صورة جهاز الكمبيوتر أيا يكن فحوى المادة العلمية يلي أنت عم تقدمها، سواء كنت بميدان التدريس أو التدريب أو أمور الجامعة أو حتى طالب جامعة كنت عم تعمل حلقة بحث أو مشروع تخرج. موضوع أنك تدمج هذه الطريقة بصراحة أو هذه يعني طريقة من إحدى الطرق لاستخدامات أجهزة الكمبيوتر بشرائح العرض. خلني بداية نتوجه إلى جوجل كروم ومتصفح جوجل كروم. رح أترك في صندوق الوصف رابط لتحميل صورة مفرغة لجهاز كمبيوتر، تمام؟ تختار فقط تنزيل بصيغة البي ان جي، تنقل لمرة واحدة وتحدد المسار. أنا كنت محمل صورة من قبل، أنت فقط تنقل على المفتاح سيف، تمام. الأمر الثاني، في عندي إضافة جميلة جدا جدا، هذه قيمة إضافية بلقائنا اليوم. هذه الإضافة نحن منثبتها على متصفح جوجل كروم يلي من خلاله نحسن ناخد لقطة صورة طولية لأي موقع انترنت، تمام. طبعا كمان رح تشوف رابط الإضافة لحتى ما تدور عليها كتير. طبعا هي جو فول بيج مثل ما شايفين، يعني الأمر هو عبارة عن سكرين كابيتشر أو التقاط الشاشة، لكن عبارة عن فول بيج، هو بيلتقط كل الصفحات الموجودة في صفحة ويب واحدة تماما. فالرابط رح يكون متاح لحضراتكم فقط بالنقر عليه والتوجه إلى جوجل كروم ونضغط على إضافة إلى كروم ومنختار تثبيت الإضافة. رح ننتظر عما يتم التحميل للحظات فقط لا غير، ويعطيني خبر بأنه تم الإضافة، وطبعا هو احتفل فيني وأيضا رح يحتفل فيكم إن شاء الله، تمام. الآن بتوجه إلى أحد المواقع اللي أنا محتاج أني أنا أستعرض صورة طولية كاملة لهذا الموقع. هذا موقع استوديو 1 على سبيل المثال لتحميل برنامج استوديو 1 طبعا للهندسة الصوتية مع كامل ملحقاته وما شابه ذلك. أنا الصوريات أعجبتني جدا فحبيت أنه نحن نعمل تجربتنا على هذا الموقع. على العموم بتوجه إلى الإضافات وبتوجه إلى الجو فول بيج، بجي بعطيها تثبيت يعني تظهر عندي بالأعلام. لاحظ الآن راح أنقر لي مرة واحدة عليها وانتهى الموضوع خلاص، يعني هي راح تبدأ تعمل لحالة. أنقر لي مرة واحدة راح تأكل أجزاء أجزاء من الصفحات وتنشئ لقطة شاشة طولية لكل الصفحات المتاحة بصفحة الويب الحالية. بس اللي انتهت راح يعطيني بريفيو مباشرة وعرض تلقائي مثل ما شايفين، عرض كامل لكل الصفحات. عندنا هون مفتاح داونلود بصيغة البي دي اف، وايضا عندي داونلود بصيغة البي ان جي. راح نختار بصيغة البي ان جي، نختار سماح، بحدد مكان وليكن ديسكتوب وانقر على مفتاح سيف لحتى نحن نحمل الصورة. بتوجه الان الى برنامج باوربوينت وبتوجه الى انسيرت ونختار بيكتشر اي صورة من هذا الجهاز. راح نحدد من سطح المكتب صورة الكمبيوتر بداية، هذا هو الجهاز. طبعا هو الجهاز عبارة عن صورة مفرغة مثل ما انا شايفين بالضبط يا اصدقاء. راح نختار مكان المناسب للجهاز وليكن بهذا الشكل. الآن برجع بتوجه إلى Insert مرة تانية ومن Pictures This Device منحدد الصورة الطولية اللي قمنا نحن بإدراجها.
تمام؟ هذه هي الصورة، رح نعمل عملية تكبير بحيث يكون معنا على عرض جهاز الكمبيوتر بالضبط. تمام؟ رح خلنا نصغر شوي. يحتاج إلى تكبير حتى إضافية. تمام؟ تمام. طيب الآن خلني أختار send to back، يعني إرسال إلى الخلفية. طيب كلام جميل لحد الآن. بحدد الصورة الكبيرة أصدقائي بداية، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع التحريك للأسفل لحتى يكون عندي إياه بمقدار، يعني ملء الشاشة فقط لا غير، يعني فقط عبارة عن ملء الشاشة. يحتاج يمكن على ما أعتقد حتى إضافية للأسفل. تمام. طيب أستاذ مفتاح مفاتيح الأسهم بشكل جميل جدا. الآن خلني أرجع إلى ملء الشريحة ونشوف الموضوع كيف صار معنا بقمة بالجمالية بصراحة يا أصدقاء. طيب الكلام جميل لحد الآن. الآن أنا كيف ممكن استفاد من هذا العرض؟ أول شيء الصورة الكبيرة طبعا محتاج أعمل لها إنيميشن أو تحريك للأعلى. لا يتحسب الموضوع أنه هو صعب كتير، يعني وإن كانت الصورة فقط طويلة هي تحتاج دقة عمل بسيط وتركيز بسيط، يعني مش أكتر، سواء كانت الصورة كبيرة ولا مش كبيرة. التحكم بتحلك هالبرنامج بشكل جميل للغاية. بتوجه إلى إنيميشنز وأنا محدد على الصورة الكبيرة طبعا، وبختار التأثيرات اللاين اللي عبارة هو عن خط، لكن أنا محتاج الخط يكون عندي لوين للأعلى، فبتوجه إلى Effect Option وبتوجه إلى Up يعني بصعود. الآن خلني أصغر شوي ونشوف تأثير البداية، ومثل ما أنا شايفين نقطة البداية والنهاية، هذه النقطة طبعا الخضراء هي البداية والحمراء هي النهاية. أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع التحريك للأعلى لحتى تقريبا أضمن خروج يعني قدر الإمكان الصورة كاملة. تمام. خلني أكبر مرة تانية وعشان نشوف بالضبط شو اللي صار معنا. خلني أفعل جزء الحركة ونعطي تشغيل، يعني راح يكون موضوع سريع بس ما في مشكلة. تمام خلاص، الآن انتهت معي الصورة بالعرض بالشكل التالي. صف علي معالجة الأخطاء البسيطة اللي صارت معنا. إيمت بحب أنه أبدأ؟ مثلا أنا بختار عند مفتاح معين، أو بختار مع السابق، بختار بعد السابق، حسب الطريقة يلي أنت بتناسبك. أفترض أنه أنا عندي مفتاح، خلني اختار يعني اليوم طريقة اضافية. خلني اتوجه الى انسيرت ومن شيبس نختار، عفوا هذه هي الشيبس، نختار مستطيل ذو الزوايا المستديرة، بنقر عليه بهذا المكان وبسحب. تمام بهذا الشكل. وفي عندي ستايلات جاهزة، خلني اختار هذا القالب على عجل واكتب عليه مثلا البداية، او اضغط تمام للبدء مثال ايا يكن، يعني مش موضوع الكتابة بقدر وموضوع المثال فقط لا غير. راح توجه الى effect options اللي هي خيارات التأثير. نجي لموضوع البدء، كان هي هذا البدء يبدأ ايمت؟ فبنفعل البدء عند النقر على، وبجي بختار المستطيل. شو بنختار هون؟ هذا هو rectangle المستطيل اللي احنا اخذناه، يعني لما انقر عليه تبدأ الحركة بالعمل. هذا واحد. اثنين، البدء وانهاء متجانس، نجعلهم شو؟ نجعلهم يعني بسرعة واحدة، ماني محتاج يكون في عندي تسارع ولا بنهاية التأثير يصبح عندي تباطؤ. خلني أختار موافق. طبعا نحن شفنا أن الصورة تحركت بسرعة خيالية، لكن هي السرعة ثابتة. صف علي موضوع الآن شو؟ موضوع السرعة، فبتوجه إلى الزمن اللي هون وبختار بطيء جدا، أنقر على أوكي. هذه هي السرعة اللي رح يتم استعراض فيها الصفحات. تمام بهذا الشكل. نفس المبدأ، خلني بس أنا أعطيك قيمة إضافية هون. تمام نفس المبدأ، إذا حابب أنك يعني تاخذ سرعة أقل وما شفت الخيارات متاحة بإمكانك تكتب أنت أي قيمة، وليكن عندي 25. تمام وبختار أوكي خالصين، يعني هو يمكن إضافة. إذا هذا المربع هو عبارة عن مربع التحرير وسرد وليس قائمة منسدلة، يعني أنت فيك تضيف أي خيارات بأي مدة زمنية أنت محتاجة، هذا يلي أنا قصدته. طيب لحد الآن الكلام جميل جدا 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 يا أصدقاء، لكن في عندي بعض الإشكاليات. الآن نحن لو شغلنا العرض تمام، رح يكون بداية لما أنقر على هذا الزر، لما رح أبدأ يعني أنقر عليه رح يبدأ استعراض الحركة مثل ما أنا شايفين بالضبط. لكن عندي إشكاليات. الإشكاليات أنه في مظاهر طالعة للصورة خلف الكمبيوتر، فالأمر ليس واقعي، الأمر ليس بالشيء الجميل لحد الآن. كيف ممكن نحن نغطي هذه العيوب؟ خلني أتوجه أول شيء إلى Insert، وبتوجه إلى إدراج أشكال، بنختار المستطيل وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل بهذه المساحة ويكون على تماس مع الحافة العلوية للشاشة بالضبط. بختار الألو بدون إطار، وبختار التعبية من لون الخلفية، وأنا عندي الخلفية باللون الأبيض. الآن إحنا لو شغلنا لاحظ وعطينا البدء،
فتخلصنا من المشكلة العلوية. طيب لحد الآن كلام جميل، لكن بالأسفل أنا في عندي معوق آخر. بمعنى أنا لو عملت ديبليكيت للمستطيل اللي هون، خلني أختار وأسحبه لهون، يعني نسخة تانية، وخلني أصغر عفوا، وخلنا نصغر لهيك عند حافة شو؟ عند حافة الكمبيوتر، يعني إلى مكان ظهور الصورة بالضبط، وليكن لهون. لكن أنا كان في عندي ظل جميل جدا جدا للكمبيوتر، يعني أنا ما عاد تحصل عليه، يعني خلاص تم أخفاؤه. لاحظ الآن إحنا لو شغلنا تم أخفاؤه وصار في عندي بعض التشويه اللي هو هون. فكيف ممكن إحنا نتخطى هالمرحلة ونترك الموضوع جميل؟ طبعا إحنا بعد ما ضفنا المستطيل اللي هون، طبعا هذا الشكل الوهمي، برجع بعمل ديبليكيت لشوم للجهاز الكمبيوتر نفسه وبطبقه وين؟ بالأعلى. وين أطبقه؟ بالأعلى. فبيكون رجع لي الظل مثل ما أنا شايفين بالضبط، وتم أخفاء الصورة تمام خلف الأشكال تماما بالضبط. خلني أشغل الآن مرة تانية تمام، وبيكون حصلت لاحظ على جمالية وواقعية أكثر، لأن بعرضه أو للأشكال اللي بعرضها على ضمن هذا السلايد. فلما أنقل على البداية لاستعراض موقع إنترنت أو ما شابه ذلك، تسكر فيه أفكار وما شابه ذلك، رح نشوف الموضوع واقعي جميل جذاب ومثير، أغنى العرض التقديمي بفكرة جميلة باستخدام اللابتوب. وهي وطبعا هذه الفكرة من أهم وأفضل الأفكار لاستخدام أجهزة الكمبيوتر مثل ما حكيت في العروض التقديمية. طبعا أنت بتضيف أي نصوص وأي شروحات موجودة عندك يا بهذا المكان، لكن إذا حبيت تستخدم جهاز الكمبيوتر في كثير من استخداماته، وهذا الاستخدام اللي أنا قدمته اليوم من أجمل وأفضل استخداماتهم. وكمان اليوم تعلمنا كيف نستخدم إضافة رائعة جدا جدا لالتقاط صفحات الويب. خلني أتوجه واختار يعني صفحة تانية ونغير الصورة، وليكن عندي على سبيل المثال أي موقع بيقدم لي صوريات بحيث أنه ما يكون فيه صفحات كثيرة. هذا أنا قصدته، يعني ما يكون فيه صفحات كثير، هذا فيه صفحات كثير. يمكن ناخد موقع تاني ما فيه صفحات كثير. تمام. طيب هذا ما فيه صفحات كتير، راح اتوجه الى الاضافة فقط، انا بنقر عليها وبنتظر فقط لا غير. هو راح يبدأ باخذ اللقطات ويقوم نقلي الى صفحة التحميل. بختار داونلود بصيغة البي ان جي، بختار المسار اللي هو سطح المكتب، وانقر على مفتاح سيف. طيب الان راح نقوم بازالة الصورة واستخدام الصورة الجديدة. بقوم بحذفها بكل بساطة، بتوجه الى انسيرت، وبنفس الطريقة من Picture This Device بحدد الصورة اللي هي أعلى دقة، لأن هي صفحاتها بتكون قليلة. خلني أسحب على هذا المكان ومنكبر منكبر لحتى يكون عندي إياه بعرض جهاز الكمبيوتر بالضبط. أسحبها لهون تمام. الله الله، الوضع ولا أجمل من هيك. بنحاول قدر الإمكان ما يتكل منها أبعادها شيء لحتى يكون الموضوع جميل للغاية. فبختار send to back، send to back، لاحظ send to back، آخر شيء send to back. خلاص يعني فالمستطيل هو بالأمام وكل شيء صار عندي إياه والأحلى. بحدد على الصورة تمام، على الصورة لا تخطي وتحدد على جهاز الكمبيوتر، لا على الصورة بالخلفية، وبتوجه إلى الانيميشنز، وبجي بتوجه ونختار اللاين، وبختار التأثير يكون عندي إياه أب للأعلى تمام. طيب الآن هاي نقطة النهاية، هاي دي هي، أضغط مفتاح شيفت وبنقر مع التحريك للأعلى تمام. برجع بنزل شوي بسكرول، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع سحب لحتى طلع أنت على الخيال الموجود، لحتى أضمن أنه آخر صورة استقرت معي تمام على ملء الشاشة ووقف معانا التأثير خالصين. بنقر باليمين وبتوجه إلى Effect Options، نفس الخيارات، بلغي البدء وانهاء المتجانس، وبجي بختار هون اختار 20، هي صورة قصيرة مش طويلة تمام. وإذا حبيت يكون البدء تلقائي أو مع السابق أو بيكون بمفتاح معين، فبنختار مفتاح اللي هو عبارة عن المستطيل، اللي هو هذا هو المستطيل الأول تمام، وبختار أوكي. الآن نحن لو شغلنا وبدأنا بالضغط رح يبدأ باستعراض الموقع بهيدي الجمالية وهيدي الروعة يا أصدقائي. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من تفاعلكم والدعم، وتجزوا عني كل خير إن شاء الله. وبرجع بذكر مرة تانية لطلب أي كورس تعليمي، لطلب أي ملفات المشاريع اللي أنا بشتغل عليها، لطلب تنفيذ أي مشروع أو تصميم أو مونتاج أو أي خدمة تطلبوها، سواء كنت طالب جامعي أو مدرس أو محاضر أو موظف أيا تكن، نحن بالخدمة إن شاء الله. من خلال خدمة الانتساب بنوفر لك العديد من مستويات الخدمة،
طيب بإمكانك تستنسب يلي بيناسبك ونحن راح نكون بالخدمة إن شاء الله. أترككم برعاية الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.